احنا لسه بنكمل اخبارنا طبعا، والحدث الهام الاخر واللي كلنا يعني بنتابعه بترقب هو الانتخابات وقرب الانتخابات الرئاسيه والهيئه الوطنيه للانتخابات برئاسه المستشار لاشين ابراهيم بتواصل اليوم الثاني على التوالي تلقي طلبات راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسيه اللي هتتم اعتبارا من 16 مارس اللي جاي، والمدة 3 أيام بالنسبة لتصويت المصريين في الخارج، و26 مارس ومدة 3 أيام داخل البلاد. المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها قال أنه امبارح لم يتقدم أي مرشح رسميا بأوراقه للهيئة. في ده طبعا كان خلال اليوم الأول اللي هو كان امبارح من فتح باب الترشح، ولكن الباب طبعا لسه مفتوح لحد يوم 29 يناير الجاري. زي ما قلنا دايما مواعيده هتكون من 9 صباحا لخمسة مساء، ما عدا يوم 29 هيكون الميعاد فيه من 9 صباحا لاثنين ظهرا، ودي برضو حاجة تكون كويسة لو في حد عايز يترشح وجمع التوكيلات يتفضل طبعا.